حلو المشاعر، حلو المشاعر انه الناس تحب الناس اللي بتقلها، وانت شخصيا وغير حضرتك من عائلات وناس عرفهم في الخليج كانوا بيعاملوا الوافد معاملة جيدة. لكن في هناك فارق بين ان تتعامل مع الوافد بروحك الشخصية او فارق من ان يكون ده قانون في البلاد. هذه النقلة تأخرت كثيرا، ألا تتفق معك؟ هل كان مجلس التعاون الخليجي عبء على قطر بحيث منعها من اتخاذ هذه الإجراءات اللي بعتبرها تقدمية بروجريسيف بالنسبة لواقع خليجي بيرفض بصراحة طبعاً. أنا أكون صراحة بيرفض فكرة أن المقيم ولا الوافد يصير شريك في الوطن ده؟ ليست فقط أنها قرارات بروجريسيف، هي قرارات أيضاً راديكالية وليبرال وتحررية. وأتفق معك تماماً أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو لدول الخليج العربية كان مسيطراً عليه من قبل السعودية، ولذلك كانت دورة قطر تعترضها هذه العقبة الكؤود لكي تتخذ مثل هذه القرارات. الدولة كانت تعتزم اتخاذ مثل هذه القرارات منذ زمن طويل، بيد أن وجودها كدولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربي وحرص دولة قطر على أن لا تشذ عن الإجماع الخليجي بين قوسين عن الرغبة السعودية فيما يجب أن يحدث، وحتى لا تتهم قطر بأنها ضد التجمع الخليجي. الآن وقد تحررت دولة قطر، ويمكن هذه من مزايا الحصار ورب ضارة نافعة، تحررت من قيود، لا أقول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ولكن تحررت من قيود التحفظات السعودية والعقبات الكؤود التي كانت تضعها السعودية على الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وكانت يعني السعودية هي التي تسيطر على مجلس التعاون باعتبارها تنظر لنفسها على أنها الدولة العضو الأكبر في أو الكبرى طبعًا. في المنظومة الخليجية. لذلك تجد الآن بعد عام من الحصار، بعد عام من الحصار، دولة قطر وجدت نفسها حرة في أن تتصرف بمنأى أو بمعزل عن قيود وتحفظات السعودية في مجلس التعاون.